تبدأ لجان الانتخابات في أنحاء الجمهورية حاليا في إغلاق صناديق الاقتراع في ثاني أيام العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024. وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن مراكز الاقتراع ستظل مفتوحة حتى إدلاء آخر ناخب داخل اللجان بصوته. وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إن أكثر من 45% من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. والآن نتابع مباشرة هذه اللقطات الحية من اللجان الانتخابية المختلفة والتي أغلقت منذ لحظات أبوابها وأغلقت صناديق الاقتراع وعملية الإدلاء بأصوات المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل في اليوم الثاني على التوالي.